إذا متذكرين إحنا الأسبوع الماضي حكينا إنه في عنا في الإمبريونيك بيريود رح يصير أكثر من حدث. الحدث الأول كان اللي هو الأورجانو جينيسيس، وأخذنا إحنا في المحاضرة الماضية كل طبقة من الجيرمينال دينز اللي كانوا معانا الجيرمينال لايرز شو رح يطلع منها، يعني أخذنا الإكتوديرم والإندوديرم والميزوديرم وتفاصيلهم. اليوم رح ناخذ الحدث الثاني اللي بصير في هاي الفترة واللي هو سميناه مورفو جينيسيس. المورفو جينيسيس رح يصير فيه أكثر من شغلة. الشغلة الأولى إنه رح يكون في عنا إشي اسمه فولدينج للإمبريونيك ديسك، والشغلة الثانية إنه رح يصير في عنا تشينج في الإكسترنال فيتشرز، يعني رح يبلش هذا الإمبريو شكله يصير بشبهنا، هو لغاية الآن ما بشبهنا نهائيا، تمام؟ ففي هاي الفترة رح يبلش يصير فيه يعني تطلع له عين، تطلع له دان، تطلع له إيد، يعني بده يصير يشبهنا، تمام؟ فخلينا نبدأ. أول حدث حكينا رح نحكي عنه اللي هو الفولدينج. إذا متذكرين أنا حكيت لكم في الأسبوع الثالث إنه الفولدينج بيبدأ في نهاية الأسبوع الثالث، وهذا الفلات إمبريونيك ديسك رح يبلش يصير له فولدينج. الفولدينج رح يكون بجهتين، رح يكون بجهتين، يعني هو مش بجهة واحدة. الجهة الأولى اللي رح يصير فيها الفولدينج هي سيفالوكودال فولدينج، الرأس مع الديل بيأكبوا على بعض، سيفالو كودال فولدينج. هلا بعملكم اياها على الورق. الشغله الثانيه هي لاترال فولدينج، يعني هو كان هيك مفروض رح يبلش يلف الجهه اليمين على الجهه الشمال عشان يصير شكله زي الاسطوانه. يعني لو بدي اخذ انا هاي الورقه هاي فلات زي الفلات امبريونيك ديسك، اوكي. هلا رح يصير عندي تو تايبس اوف فولدينج. اذا بدي اخذ لاترال فولدينج يعني الجهه اليمين مع الجهه الشمال رح يلفوا على ببطل فلات، رح يصير أكثر سيلندريك، تمام؟ هذا اللي هو بسميه لاترال فولدينج. السيفالوكودال فولدينج إنه هذا الرأس وهذا التيل رح يقلبوا على بعض، نعم؟ في تلمسش رح يقلبوا على بعض. هلا بدنا ناخذ ليش بصير هذا الحكي وشو بيطلع شو نتيجته، تمام؟ إذا سيفالوكودال فولدينج الهيد والتيل بيقربوا على بعض، واللاترال فولدينجز يعني السايدز تبعون الامبريو تو لاترال سايدز رح يقربوا على بعض. نطلع هون على هذول الصور. انا بدي اياكم تحاولوا تفهموا السكشنز. بعرف انه يمكن في هذا الليفل في هاي المرحله لسه الامور مش كثير سهل انت تتخيل السكشن، بس هذا السكشن هون شو نوعه؟ متذكرين انواع السكشنز؟ السكشن اللي بيكون مبين لي الهيد والتيل هذا بسميه ساجيتال سكشن، بسميه ساجيتال سكشن. فانا بقدر اشوف يعني هيك السكشن من هون لتحت او بالنص، يعني اسمي الامبريو بالنص، فانا شايفه الهيد ريجن وشايفه التيل ريجن. السكشن هذا اللي هون هذا ترانسفيرس، هذا ترانسفيرس يعني كانه حدا مسك الترانسفيرس. طبعا حسب الليفل تبعه ببين معك الاشياء، يعني انا لو اخذ ترانسفيرس سكشن هون رح تبين معي الابدومينال اورجنز، اوكي؟ فترانسفيرس يعني انا ماشي من اللاترال لللاترال، عشان هيك لما بدي اشوف اللاترال فولدز مش معقول اجي اخذ سيجيتال سكشن واطلع على اللاترال فولدز، ما رح يبين، لانه سيجيتال سكشن ماخذته في النص، ماخذته في النص، فاكيد اللاترال فولدز مش مبينين. فاذا بدي اشوف السيفالو كودال فولدينج رح اخذ سيجيتال سكشن، فبكون مبين معي الهيد ريجن والتيل ريجن. بالفولدينج هاد الهيد رح ينزل هيك لتحت والتيل رح يلف لهون، رح يقربوا على بعض، هذا اللي هو السيفالوكودال فولدينج، اوكي؟ فرح يعطيني هيد فولد وتيل فولد. من هون بثني ومن هون بثني، وحكينا بسببه اليوك ساك إذا متذكرين رح يصير له انكوربريشن داخل الامبريو، وعملين لي هون البريميتيف جت، متذكرين؟ أخذناها بالمحاضرة الماضية. هذا هون بالترانسفيرس سكشن رح يبين معي إنه اللاترال بوردرز تبعون هذا الامبريو عم بلفوا على بعض. فهذا هو اللاترال فولدينج. إذا الفولدينج راح يكون بجهتين لاترال وسيفالوكودال، أوكي؟ شو السبب؟ ليش بصير في عنا فولدينج؟ يعني شو اللي خلى هذا الشيء يصير؟ أول سبب إنه أنا راح يكون في عندي إكستنسيف ورابيد جروث للكرانيال إند بسبب النيورال تيوب، أوكي؟ مش إحنا طلع عندنا نيورال تيوب؟ النيورال تيوب هذا راح يبلش يكبر بسرعة وراح يعمل لي الفور برين، راح يعمل لي الفور برين، راح يعمل لي البرين تبع الإمبريو. فرح نلاقي انه الكرينيال اند بكبر كثير بسرعه، فبضطر يعني لانه عم بكبر بسرعه بكبر وبلف بنزل لتحت، اوكي؟ فهذا سبب
واحد من أسباب الفولدينج. السبب الثاني إنه أنا في عندي faster growth للأكسيال بارت of the embryo مع السومايتس إذا متذكرين، هدول بصير يكبروا كتير بسرعة، فالسومايتس والأكسيال بارت عم بيكبروا أكتر من الأطراف، فهم بيكبروا ورح يدفشوا الأطراف اللي حواليهم على بعض، فهذا السبب اللي رح يعمل لي اللي هو مين lateral folding. وفي عنا enlargement للأمنيوتيك كافيتي، متذكرين الأمنيوتيك كافيتي اللي هو الكافيتي اللي above الإكتوديل، أوكي؟ فهذا كمان رح يصير فيه enlargement، الأمنيوتيك كافيتي رح يبلع الإمبريو في النهاية. إذا يعني هلأ بس نوصل في نهاية الإمبريونيك بيريود رح نلاقي إنه الإمبريو مغطى كله بالأمنيوتيك كافيتي. بالأساس كان الأمنيوتيك كافيتي بس موجود على الدورسل تبع الإمبريو، موجود بس فوق الإكتوديل، مع الجروث تبعه رح يكبر 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 ويلف حوالين الإمبريو كامل ويعبي كل الكوريونيك فيسيكل. متذكرين كوريونيك فيسيكل؟ يا رب تكونوا عم تدرسوا أول بأول، لأنه إذا مش عم تدرس فأنت عم بتضيع معي في المحاضرة، بصفي عم بحكي مع حالي. anyway. على كل حال هذول الفيديوز رح يساعدوكم، رح تشوفوا الفولد يعني أنتوا تقدروا تحضروهم، يعني درتيهم؟ رب شوفوا النشاط، علموا. هاي صورة ثانية برضو للفولدينج، هذا السكشن بين معي الهيد والتيل، إذا هذا أنا هون شو رح أشوف فيه؟ السيفالوكولدال فولدينج، مش رح أشوف فيه اللاترال فولدينج، رح يلاقي إنه هون لأنه بصير في عندنا جروث رح يبلش يلف، والتيل برضو رح يبلش يلف، هاي رح نوصل لهاي المرحلة إنه اللاترال التيل فولد والهيد فولد حوطوا لي المنطقة هاي اللي بالنص، يعني صاروا قراب على بعض، شو ضل بيناتهم بالنص؟ هذا الإشي اللي رح يصير umbilical cord. فهمتوا علي؟ يعني الهيد فولد والتيل فولد قربوا لدرجة انهم حصلوا لي هاي المنطقة الدائرة اللي رح تصير بالنص، بسميها الامبيليكال رينج. امبيليكال رينج رح تعمل لي رح يطلع منها اللي هو الامبيليكال كورد، اوكي؟ لهاي الدرجة لفوا على بعض. طبعا بالمقابل طلعوا كيف صار الاكتودير اللي لونه ازرق، صار هو الطبقة الخارجية لهذا الامبريو مش بس الدورسل. قبل الفولدينج كان فقط الدورسل، كان بس منطقة الظهر. مع الفولدينج صار لافف على كل الامبريو، رح يعمل لي كل الطبقة الاكسترنال، كل الطبقة الاكسترنال. والأمنيوتيك كافيتي هيو عم بيكبر، واليوك ساك في المقابل شو بصير فيه؟ عم بصغر، ورح يروح بالمرة بالآخر رح يفوت كله جوا الأمنيوتيك كافيتي، أوكي؟ بهاي الصورة أنا ماخذ ترانسفيرس بس كورونال، يعني هذا أشرح لكم إياها عاد، هيك ترانسفيرس. لو آخذ سكشن هيك بالطول هذا كورونال، هذا كورونال، بس برضه انا رح اشوف فيه اللاترال سايدز تبعوني، صح؟ فهذا هون كورونال سيكشن، فهذا هون الظهر، هذا هون البطن، اوكي؟ هذول هم اللاترال فولدز، فهي رح يبلشوا ينزل طبعا بسبب الجروث تبع النيورال تيوب والسومايتس اللي حواليه، رح يصيروا يدفشوا الاطراف على بعض، بدفشوا الاطراف على بعض لدرجه انه هذول الطرفين رح يلتقوا، يعني هذا الطرف رح يلتقي مع هذا الطرف ويصير كيس واحد، اوكي؟ الإكتوديرم صار محوط كل الإمبريو من برا. شو صار في الإندوديرم؟ الإندوديرم هي هون وهذا هون اليوك ساك، كلهم رح يصير لهم إنكوربوريشن جوا الإمبريو. طب مين بيحزر شو هذا الفراغ اللي هون؟ حاولوا مين؟ شو؟ أي حدا؟ إيش هو؟ شو يعني هاي؟ هاي تخرج يعني؟ لا أنا بدي أكتب تحضر المحاضراتنا. إيش هذا؟ إيش هذا الكبت اللي هون؟ يعني مين؟ إنترا إمبريونيك كابيتي. هذا هو الإنترا إمبريونيك كابيتي، لأنه طلع يا جماعة هذا الإكتوديرم وهاي الطبقة اللي هي السوماتيك لاير من اللاترال ميزوديرم، أوكي؟ وهذا الإندوديرم هي صار هون بالنص، وهاي الطبقة اللي حواليها هي مين؟ السبلانكينج لاير. مين بناتهم؟ انترامبريونيك كافيتي. اربطوا معلومات في بعض بليز. صعب والله، انا عارفه انه الماده صعبه وعارفه انه شوي بدها مجهود، بس يعني حاولوا ساعدوني. يا عمي اذا فهمتي علي والله شو ما اجيبك رح تجاوبي، اذا ما فهمتي علي لو اجيبك شو اسمك ما رح تجاوبي. لازم تكونوا فاهمينها يعني. لا لا شوفوا في يعني انا صراحه لما كنت قدكم احفظتها ما فهمت وجاوبت ونزلت المادة، ايه مش مشكلة يعني، بس انا كنت حافظة مش فاهمة، بس انا بدي اياكم تفهموا ما بدي اياكم تحفظوا، اوكي؟ حاولوا. anyway انا اللي ببعثوا لي على التيمز امبارح ما قدرت اجاوبكم، بجاوبكم ان شاء الله بس افضى، بس عادي ابعثوا لي ولما بفضى بجاوب يعني، فابعثوا بس
ودوروا. انا حطيت لك فيديوهات بس ممكن انت تلاقي فيديوهات بتناسب وجهة نظرك اكثر من الفيديوهات اللي انا حطيتها. فساعد حالك يعني حط على اليوتيوب. يعني هاي الفاسيليتيز ما كانت موجوده على ايامي، فانتوا استغلوها يعني. استمتعوا بالتكنولوجيا اللي عندكم راح تفيدكم كثير. هلا كل هذا اللي حكيته لغايه الان يا جماعه بس عشان تفهم شو هو الفولدنج. بس انا ولا شيء من اللي حكيته هلا ممكن اجيب عليه سؤال. يعني شو بدي اجيب لك؟ فهمت علي؟ ممكن اجيب لك اسباب الفولدنج اللي انت حافظها مش مهم تكون فاهمها. ممكن اجيب لك نتائج الفولدنج اللي برضه انت رح تحفظها مش مهم تكون فاهمها. يعني في النهايه الامتحان اسهل من المحاضره، ما تخافوا، لانه الامتحان انت احفظ بتجاوب يعني. بس انا اللي عم بحاول اعملك اياه بالمحاضره انك تفهم، انك توصل لمرحله تكون مستوعب اللي عم بصير. يلا Results of folding. أول إشي الإمبريو كان هيك شكله. شو كان شكل الإمبريو؟ ديسك وبير شيب. شو صار فيه لما عملنا الفولدينج؟ صار سيلندريكال بالشيب، صار هيك. هذا هو الإمبريو على فكرة يا جماعة، هذا إمبريو حقيقي هيك شكله. أوكي؟ فإذا هو كان ديسك صار سيلندريكال. صار سيلندريكال، هذا أول ريزلت للفولدينج. الشغلة الثانية الأمنيوتيك كافيتي اللي هو كان دورسل للإمبريو، شو صار فيه هلا؟ رح يعمل لي سراوندينج للإمبريو almost completely. شايفين هذا الكافيتي اللي قاعد فيه الإمبريو كله؟ هذا هو الأمنيوتيك كافيتي. بطل بس على الدورسل، زي الإكتوديرم. هي الإكتوديرم كانت على الدورسل ولفت على كل الإكسترنال، نفس الإشي الأمنيوتيك كافيتي، ما هو ماشي معاها مع الإكتوديرم. فرح نلاقي إنه الأمنيوتيك كافيتي شو عمل؟ حوط لي الإمبريو من كل الجهات، بطل فقط على الدورسل. الشغلة الثانية في شيء اسمه أمنيو إكتوديرمال جانكشن. متذكرين لما كنا نحكي إكتوديرم في الفلور تبع الأمنيوتيك كافيتي؟ وعلى الروف تبع الأمنيوتيك كافيتي كان في عنا خلايا اسمها الأمنيوبلاست. شو كان اسمها؟ طلعت من الإكتوديرم، يعني من مش من الإكتوديرم، اللي هي كانت إيبيبلاست. أوكي؟ فهلا محل ما بيلتقوا على الزوايا، محل ما بيلتقوا الإيبيبلاست أو الإكتوديرم مع الأمنيوبلاست، هذا بسميه أمنيو إكتوديرمال جانكشن. بسميه أمنيو أمنيو إكتوديرمال جانكشن. هذا الجانكشن مع الفولدنج بطل موجود على الأطراف من هون من هون، صار موجود وين؟ عند بطن الإمبريو فنترال. صار إيش؟ صار فنترال، تحرك فنترال، وتحرك فنترال من كل الجهات، يعني سفالو كودل ولترال، يعني من هون ومن هون، من فوق ومن تحت. أنت بدك تتخيل إنه في تو إنز عم بيقربوا من فوق ومن تحت، وتو إنز عم بيقربوا يمين وشمال. شو رسموا بينهم؟ سيركل، رينج. فهون هلأ رح تتكون بين هدول الفور فولز إشي اسمه بريميتيف أمبليكال رينج، اللي هي رح تعطيني الأمبليكال كورد. بريميتيف أمبليكال رينج صارت محوطة بالأربع فولز اللي حكينا عنهم. داس دا فترة الأسبكت أبدا إمبريو شوز أو وايد أمبليكال. هلأ في هاي المرحلة الأمبليكال رينج مش زي الأمبليكاس اللي إحنا بنعرفها، هاي كتير كبيرة، يعني هي جاي بين الفولز، بس هي رينج في النهاية، بس ما لها وايد، وايد أمبليكال رينج. متذكرين الألنتويس؟ يا رب، متذكرين الألنتويس اللي هو الإكستنشن تبع اليوكساك اللي دخل في الكونكتينج ستوك، متذكرين؟ الألنتويس اللي هو البروجيكشن، هاني عم بذكرك، يعني أنا حطيت لك أشياء عشان أرجع أذكرك، البروجيكشن تبع اليوكساك اللي كان داخل جوا الكونكتينج ستوك، برضه رح يتحرك فنترالي، رح يصير على الفنترال سايد، أي هون. يصير على الفنترال سايد باتجاه الامبليكال رينج. اوكي، يعني زي ما انا حكيت لك انه رح يتحرك باتجاه البريميتيف امبليكال رينج، لانه هو برضه نفس الشيء. هو كان متذكرين وين كان جاي الكونكتنج ستوك؟ دورسال للامنيوتيك ساك، ومحل ما بتشبك هناك اليوك ساك دخل فيها، فهي كانت بمنطقه الظهر. مع الفولدنج قربت صارت عند الامبليكال رينج. هلا السكندري يوكساك اللي هو كان هذا مع الفولدنج للامبريو، رح نلاقي انه شو صار فيه؟ انحشر جوا الامبريو، صار له انكوربوريشن داخل هذا الامبريو. اوكي، المنطقه هاي اللي دخلت من اليوكساك، هاي اللي هي لاين باللون الاصفر كلها، هاي المنطقه رح اسميها بريميتيف جات. بريميتيف جات رح تعمل لي الجي اي تراكت، ماشي، رح تعمل لي دايجستيف سيستم. طبعا رح نقسمها هلا لثلاث مناطق. The remaining part of the yolk sac، هذا الجزء اللي ما صار له incorporation في الإمبريو، الجزء اللي ضله برا. The remaining part of the yolk sac outside the embryo بنسميه حاليا definitive yolk sac. ك
كان برايمري صار سكندري. بهاي المرحلة لما جزء منه دخل جوا الإمبريو بعد الفولدينج، الجزء اللي ضل برا هذا رح أسميه ديفينيتيف يوك ساك، which is connecting to the midgut by إشي اسمه فيتيلو انتستينال داكت. هلأ يا جماعة، هذا الجزء اللي دخل جوا الإمبريو رح أسمه الجزء اللي في السيفاليك بارت بسميه فورغت، الجزء اللي بالنص رح أسميه midgut، والجزء اللي في التير رح أسميه hindgut. رح تاخذوه في الدايجستيف سيستم السنه الجاي، ورح تاخذوا كل شيء جاي من الدايجستيف سيستم من وين اجى. يعني رح نيجي نقول لك هذا فورغت، هذا ميدغت، هذا هايندغت. لازم تكون عارف يعني فورغت وميدغت وهايندغت. اوكي، هذول اول شيء هم الانكوربوريشن تبع اليوك ساك في الامبريو، بس كل جزء منهم حسب مكانه سميته. فالجزء هون اللي في الكرانيال اند بسميه فورغت، الجزء اللي بالنص عند الامبيريكال رينج سميناه ميدغت، والجزء اللي عند التيل هون رح اسميه هايند جت. هدول رح يطلعوا لي كل شيء للدايجستيف سيستم. محل مشابك الديفينيتيف يوك ساك رح يكون شابك مع مين؟ مع اي جت فيهم؟ مع الميد جت، مع الميد جت. وهاي الشبكه اللي هون، هاي الشبكه اللي هون بسميها فيتيلو انتستينال دكت، فيتيلو انتستينال دكت رح تكون جوا الامبيليكال كورد. يعني كله في الاخر رح يعمل لي شيء واحد. اوكي، هذا نفس الكلام انه احنا رح نسميهم فورغت وهايندغت وميدغت. نيجي لاشي حكيناه في اللاب الماضي، متذكرين لما حكينا عن اليو شيب انترا امبريونيك كافيتي، وحكينا انه في ميزوديرم رح يكون كرانيال لهذا الكافيتي سميناه سيبتم ترانسفيرسم. احنا حكينا انه اليو شيب كافيتي رح يعطيني اللي هم الكافيتيز اللي موجوده داخل جسمي، بالنص بالضبط رح يعطيني البريكارديال كافيتي. إذا بطلع على ترتيب الإمبريو هون شو جاي عندي؟ جاي عندي السيبتم ترانسفيرسم اللي حكينا هو رح يعمل لي مين؟ الديافرام، وراه البريكارديال كافيتي، وراه هذا اللي هو مين؟ الأوروفارينجال ميمبرين، باكوفارينجال ميمبرين، روكوردال بليت، بريكوردال بليت عشان جننتوني كله نفسه. هذا الميمبرين هون رح يعمل لي حكينا الأورال كافيتي صح؟ وهذا رح يعمل لي البريكارديال كافيتي اللي جواته الهارت، وهذا الحجاب الحاجز الديافرام. احنا هيك شكلنا؟ يعني انت متخيل حجاب الحاجز فوق بعدين قلبي بعدين تمي؟ احنا العكس. كيف صرنا العكس؟ بسبب الفولدينج. هلا مع الفولدينج مش هذا الكرانيال اند رح يكبر؟ بكبر وبنزل لتحت، فاللي بيكون هون رح يصير هون، اللي بالنص رح يضل بالنص، واللي كان هون رح يصير برا. هلا بفرجيكم الصوره، بنطلع هون هاي الاوروفارينجال ميمبرين، هاي البريكارديال كافيتي، وهاي سيبتم ترانسفيرس. نفس الصورة اللي قبل شوي، متفقين لهون معي؟ ببلش الكرانيال اند يكبر، ببلش الكرانيال اند يكبر. شو صار؟ لف الامبريو، فصار هون هذا صار هياته هون، صار هذا سيبتم ترانسفيرسم، الهارت كافيتي هياته صار هون، والاوروفارينجال ميمبرين صار هون. لسه رح يضلوا يلف، لف على الاخر. فشو صار عندنا؟ طلع هذا اللي هو الهارت كافيتي، وهذا السيبتم ترانسفيرسم صار تحت الهارت، صار تحت الهارت زي ما احنا هلا بالضبط. اللي احنا الحجاب الحاجز عندنا الدايفرام مباشره تحت الهارت، الهارت قاعد عليه اصلا صح. فصار عندي هاي البريكارديال كافيتي وهي السيبتم ترانسفيرسم، وهون هذا اللي هو نفسه هذا هون 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 الاوروفارينجال ميمبرين. هذا الفراغ اللي بالنص هون رح اسميه الاستوماديوم، يعني الفيوتشر ماوث. نقرأ في الانيشال ريليشن سيبتم ترانسفيرسم والبريكارديال كافيتي والباكوفارينجال ميمبرين كانوا هيك، بعد الفولدنج رح يصير لهم ريفيرس. في الافتر فولدنج باكوفارينجال ميمبرين بيكمز ذا موست سيفاليك، هو اللي اكثر شيء قدام. بعدين رح يجي عندنا السيبتم ترانسفيرسم بصير كودل بالنسبه لمين؟ للبريكارديال كافيتي. هيك بترجع ريليشن طبيعيه اللي هي موجوده في جسمي اصلا. شو سببها؟ الفولدنج. فهمتها ما فهمت احفظها. اوكي، بس هي يعني انت بامكانك في البيت تحط ليجو، تحط ثلاث اشياء تصفطهم، بعدين تنزلهم لتحت وتشوف كيف رح ينعكسوا، حط ثلاث الوان واعكسهم، فرح تشوف انه رح يصير هذا الحكي. يعني بتقدر تجربها، يعني روح البيت اعمل تجربه. اوكي، انا ليه عم برجع لورا؟ تمام. هلا بعد الف
الفولدينج بعد ما خلصنا صار في عندي كرانيال اند وتيل اند. شو الاشياء اللي بلاقيها بالكرانيال اند؟ هذا الاشي اللي هو اللي طلع من النيورال تيوب. شو اسمه؟ فور برين. يا جماعه فور يعني امام، بقول فور جت، فور برين يعني الجزء الامامي من البرين. رح تاخذوا في النيرف سيستم ان شاء الله بسنه ثالثه انه بنقسم البرين لفور برين وميد برين هايند برين زي ما قسمنا الجت. اوكي، فهذا الفور برين هي بتتكون هون موجود في الكرانيال اند. كمان رح الاقي عندي البيريكارديال سويلينج اللي هو البرودوس باي ذا ديفلوبينج هارت. هون هذا البيريكارديال سويلينج ورح يكون سويلينج. هلا نشوفه في الامبريو الحقيقي، رح تشوفه سويلينج كبير. وبيناتهم في عندي هذا الدبريشن اللي رح اسميه ستوموديوم. شو رح اسميه؟ دبريشن بين ذا تو بريفيس سويلينجز بسميه ستوموديوم، اللي هو في النهايه رح يعطيني الماوث اند اورال كافيتي. رح يعطيني الماوث اند اورال كافيتي. تمام لهون يا جماعه؟ كويس. خلصنا الفولدنج، هلا بنشوف شو بتغير الشكل، كيف بده يتغير شكل الامبريو. تمام، شكل الامبريو في الفتره هاي اللي هي لغايه الاسبوع الثامن، لغايه الاسبوع الثامن في الامبريون كبير التاسع بكون بلشت فيتر. اوكي، في الامبريون كبير رح يصير في عندي خلال هاي الفتره، شوفوا انا هون حاطط لكم ملخص وبعد شوي حاطط لكم صور كل اسبوع ايش بصير فيه. ركزوا لي على الملخص هذاك، حلو انت تعرفه. يعني انا لما كنت أتكم كنت بحب اعرف كل امبريو كل اسبوع شو بتطلع عنده، شو بصير عنده اشياء، اعرفوهم انتم فور يور اون نوليدج. الملخص هذا هو اللي بدي اياه للامتحان. اوكي، اذا راح يطلع عندي الهيد، البوتوكس، الانتيريور اند بوستيريور بودي وولز كود بي ايدنتيفايد. يعني هلا في هاي المرحله في الامبريونيك بيريد راح تكون قادر تميز الهيد من البوتوكس، راح تكون قادر تميز الانتيريور بوستيريور بودي وولز، راح يصيروا مبينين. اوكي، الهيد بيكون في هاي المرحله لارج ان بروبورشن للبودي، مقارنه يعني اكثر من نص، يعني نص البودي راح يكون هيد مش مثلنا احنا. تمام، الشغلة الثانية الفيس is formed في هاي المرحلة لغاية الأسبوع الثامن، رح يصير عند هذا الإمبريو فيس وعليه عينين ونوز وإير. تمام، يعني متخيلين أنتوا الإمبريو بالأسبوع الثامن رح يكون عنده عينين ونوز وإير. تمام، الفور لينك بود بالأول هذا هون أبير آت، المفروض في فراغ آه. الفور لينك بود أبير آت ليفل هاي شطبت لكم إياها، فضلت كلمة ليفل، كنت حاطط لكم بالضبط على أي سماية تطلع من كذا لكذا، بعدين خلص حرام ترجع تحفظوها فشلتها، فضلت آت ليفل، فشيبوا لي شيلوا لي إياها آت ليفل. والله أهلي حاطتها ما شطبتهاش، كانت حالة شطبت من اشطبوها اللي هي من الفورث سيرفيكال للفيرست توراسيك سومايتس. ماشي، من الفيرست من الفورث سيرفيكال للفيرست توراسيك سومايت، هاي بدها تكون الليمب الفور ليمب يعني الابر ليمب. اوكي، والهايند ليمب بيطلعوا از سمول بادز في الليفل اوف ذا لمبر اند ابر ساكرال سومايتس، في اللمبر في اللمبر والساكرال سومايتس. بس بالعاده يعني بدنا نعرف انه الفور ليمب بتكونوا قبل الهايند ليمب، بالاول بيطلعوا البادز تبعون الايدين بعدين بيطلعوا البادز تبعون الرجلين، في فرق تقريبا اسبوع بيناتهم. اوكي، فإذا الفور لمب بالأول بعدين الهايند لمبس، ذن هاي كلمة ذن مهمة. أوكي، الأيج أوف ذا إمبريو إز إستيميتد من فروم ذا فيفث تو إيث ويك باي إشي اسمه كراون رب لمبس. في هاي المرحلة لما بتروح البريجننت وومن بتراجع عند الطبيبة النسائية، الطبيبة النسائية تقدر أو بقدر يحكي لها قديش عمر الإمبريو من خلال قياس بسميه كراون رب لمبس. الكراون راب ليمث هو عبارة عن ميجرمنت من الفيرتكس اوف ذا سكال. الفيرتكس يا جماعة هي أعلى شيء في السكال، في التوب، من الفيرتكس اوف ذا سكال لغاية بوينت بتوين الأبيسز اوف ذا بوتوكس، يعني لغاية الأبكس تبعت الإمبريو. هلا بفرجيكم صورة، هذا الطول من خلاله أنا بقدر أحدد عمر الإمبريو، اسمه كراون راب ليمث. الكراون راب ليمث يعني من الفيرتكس من هون لغاية هون، لغاية الأبكس تبعت البوتوكس. اوكي، من هون في عندي صوره هلا بتجيكم في الاخر، بقدر انا احدد فيها عمر الامبريو. هلا هدول عشان تعرفوهم، هدول اشياء كثير حلوه. هذا اسمه كراون راب لينث، كراون راب لينث، لانه في عندي لينث ثاني اسمه كراون هيل لينث في الفيتال بيريود بستخدمه مش هلا. اوكي، في الامبريونيك بيريود شو استخدمنا؟ كراون راب لينث. اوكي، طلعوا هذا في الاسبوع الرابع، في نص الاسبوع الرابع تقريبا.
شوفوا شو صار عندي. صار عندي مكان اللي هي رح تطلع فيه العين لينس بلاك هول. عندي اوبتيك بيت. اوتيك بيت. اوتيك بيت يعني هون محل ما بدها تطلع الاير. اوكي شوفوا هون هذا البلج النافخ، هذا الهارت بلج، هذا هون الهارت بلج. هاي الاشياء الحلوه طبعا هذول الفرنجي الارشس رح تاخذوهم بالماسكولوسكيلتر سيستم شو بيطلع منهم اشياء. اوكي فهلا الفرنجي الارشس موضحين باين معي لغايه الثالث الاسبوع الرابع، مش مهم يعني انا ما رح اطلبهم منكم، رح تشوفوا هلا بصيروا باين معي اكثر كل ما مشينا في الاسابيع. في الاسبوع الخامس طلعوا هذا امبريو حقيقي، هاي صوره حقيقيه. طلعوا شو صار في عندي. صار في عندي هذا السولينج اللي هون، وصار في عندي هذا السولينج اللي هون. هدول اللي هم بسميهم ابر لمب بط ولور لمب بط. البرعم اللي رح يطلع لي منه الابر لمب واللور لمب. اوكي طبعا الابر لمب قبل اللور لمب. وصار في عندي هون في هاي المنطقه، هدول طبعا السومايت زيهم، شايفين السومايت صاروا كثير مبينين كلهم، هيهم حتى هون مبينين على الامبريو الحقيقي. في هاي المنطقه هون رح يصير في عندنا الميزونيفريك ريدج، يعني اللي رح يكون لي الفيوتشر كيدني، اللي رح يكون لي الكيدني. فهذا بالاسبوع الخامس. بالاسبوع السادس طلعوا الامبريو، طلعوا عينه، طلعوا ايده، رجله لسه ايده بلش يصير فيها ريز محل ما بدها تطلع عندنا الاصابع، محل ما بدها تطلع عندنا الاصابع. فعلى الابر ليب صار يبين عندي ديجيتال ريز للهاند بليد، بس على اللور ليب لانه احنا حكينا ابر اسرع لساتها ما صارت عندي هدول الريز. وهدول هون اللي هم الاوريكولار هيلوكس فورمينج ذا اوريكل اوف ذا اكسترنال اير، يعني مش بس صارت بيت بلشت تطلع عندي الاوريكل هاي اللي من برا. في الاسبوع السابع اصابعه صارت واضحه جدا، نوتشز بتوين ديجيتال ريز اوف هاند، يعني بطلوا بس ريز صاروا مفصولين فتحوا عن بعض، وصار في عندنا اصابع في الابر لم. في اللور لم لسه لانها ابطا صار عندنا الريز، صار عندنا مين الريز. في الاسبوع الثامن اللي هو نهايه الامبريونيك فيليو طلعوا الامبريو، صار عنده ايدين، صار عنده رجلين، صار عنده عين، صار عنده نوز، صار عنده دان، خلص يعني صار شكله بني ادم، صار شكله بيشبهنا. ففي نهايه الاسبوع الثامن شكل الامبريو صار خلص، حتى اصابع رجلين فصلوا هاي كل اصبع لحال، 1 2 3 4 5 كله تمام. اوكي وهي الصوره طبعا هون حقيقيه. هلا بحكي لك limb movement begins by the end of the of this week. The embryo will have a distinct human characteristics. خلص في نهاية الأسبوع الثامن صار في عندنا human characteristics واضحة. وبتبلش إيدين ورجلين يتحركوا، بس المذر ما بتقدر تحس في هاي الحركة. هلا بتشوف إنه الإمبريو لساته مليمترز. مش حكينا إنه إحنا الطبيب النسائية بيقدر يحدد عمر الإمبريو من خلال هذا limb. شو اسمه هذا limb حكينا؟ crown rub limb. في الامبريونيك بيريود بستخدم هذا الليمز، في الفيتا بيريود رح استخدم فحص ثاني. اوكي طلعوا من لما يكون الليمز 5 ل 8 ملم، يعني مليمتر اقل من سنتي لسات الامبريو، هذا رح يكون عمره في الاسابيع 5 اسابيع. اخر شيء بالاسبوع الثامن رح يكون ماكسيمم 30 ملم، يعني 3 سنتي الامبريو كله 3 سنتيمتر. هذا في الاسبوع الثامن تمام. هلا رح نيجي على الفيتا بيريود. بما اني خلصت امبريونيك بيريود من الاسبوع التاسع لغايه الولاده صار اسمها فيتا بيريود. في الفيتا بيريود حكينا انه انا خلص رح يصير عندي جروف للاشياء اللي تكونت، يعني الاورجانز تكونت الاشياء، انا بس بصير في جروف لهذا الامبريو. طبعا لما بحكي فيابيليتي للفيتاس، الفيابيليتي انه هو هذا الفيتاس في حال مثلا صار في عندنا بري مورتم ديليفري، يعني انولد قبل الوقت بيقدر يضلوا عايش ماشي. الفيابيليتي انه هي قدره هذا الفيتس في حال انه انولد قبل ما تنتهي فتره الحمل انه يضلوا عايش. اوكي الابورشن حكينا اللي هي شو يعني ابورشن، يعني انه انا يصير في عندي للفيتس هذا ينتهي او ينزل الحمل قبل مرحله الفيابيليتي. قبل مرحله الفيابيليتي يعني الفيتس اذا صار عندنا ابورشن راح يتوفى ما راح يضل عايش. اوكي هلا ممكن يصير ولاده مبكره بس البيشنت الامبريو يضل عايش او فيتس يضل عايش، هاي في هاي الحاله فايبل فبضلوا بحطوه بالحاضنات وبضل عايش. اوكي شو راح يصير عندنا في هاي البيريود؟ نفس الكلام احفظوا لي الملخص واذا في صور وشرح بعدين يعني هذاك لمعرفتك الخاصه. راح يصير في عندنا جروث في اللينف، وراح يصير عندنا الشيء الجديد اللي راح نستخدمه اللي هو الكراون هيل لينف.
بطل كراون دروب لينز. الكراون دروب كان من الفيرتكس للأبكس تبعت البوتوكس. أوكي؟ الكراون هيل يعني بده يوصل للهيل. بده يوصل للهيل للكعب تبع الرجل. فهلا الجروث فيلنت بنلاقي إنه الكراون دروب لينز بيكبر كتير. At the end of the third month رح يصير من 5 إلى 8 سنتيمتر. At the end of the fifth month بصير 18 سنتيمتر. At birth هذا الكراون دروب مش طول الإمبريو. الكراون دروب رح يكون حوالي 36 سنتيمتر. طبعا هاي الأرقام يا جماعة كلها أفرجز. مستحيل يعني إنه كل الإمبريوز رح يجوا هيك. أوكي؟ أنا عندي 3 بنات كل واحدة فيهم جت طول. فما يعني مش هيك. أوكي؟ بس هذا الأفرج يعني. الكراون هيل اللي هو من الفيرتكس أوف ذا سكال لغاية الهيل مش لغاية الأبسس تبعون البوتوكس. الكراون هيل لينث وقت الولادة بيكون تقريبا 50 سنتيمتر. 50 سنتيمتر يعني نص متر. حجم السايز مقارنة في البادي في الفيتال بيقدر دحين ده يتعدل. إذا متذكرين إحنا في الإمبريونيك بيريد كان الفيتال عنده لارج هيد سايز. هون شو رح يصير؟ في البيجينينج أوف ذا ثيرد مانث يعني بعد الأسبوع التاسع أو في الأسبوع التاسع بيكون الهيد تقريبا نص حجم الكراون رب السي آر لينث. أوكي؟ في الأسبوع الخامس رح يصير ثلثه. وبعد هيك وقت الولادة رح يكون ربع الكراون هيل لينث يعني بصير شوي منطقي. الهيد بصير ربع الكراون هيل لينث. الويت طبعا رح يزيد. احنا هون كله دائما في عندي جروث فالويت رح يزيد. بالأول بيكون نص كيلو في الأسبوع السابع بصير مثلا كيلو و75. عند الولادة برضو هذا أفرج تقريبا 3.5 كيلو الولد لما البيبي لما بنولد بهذا الرينج. بس أكيد يعني أكيد أنتوا شفتوا في أولاد بيجوا 2.900 3 في ناس تيجي 4 كم؟ أنت نحيفة بعدك نحيفة. طبعاً رح يصير في عنا changes في الإكسترنال فيتشرز لهذا الإمبريو. طبعاً human looking هو already من نهاية الأسبوع الثامن بلش يصير human looking. اللمس ريش relative length في relation للبدي. إكسترنال جينيتاليا هاي مهمة. إكسترنال جينيتاليا are differentiated at the 12 week. يعني المرأة ما بتقدر تعرف هي حامل ولد أو بنت قبل الأسبوع الـ 12. قبل الأسبوع الـ 12 من الحمل رح يكون external genitalia the same. ما فيش فرق بيناتهم عند الميل وعند الفيميل. لأن هم أصلاً يعني رح ناخد في اليوروجينيتا إن شاء الله بسنة ثالثة رح تاخدوا مع مش عارف إذا رح أكون معكم أو لا. بس يعني بسنة ثالثة رح ناخد إنه الجينيتال أورغانز هم على فكرة نفسهم عند الميل وعند الفيميل. هدول الاكسترنال فيتشرز تتغير او بصير في فرق بينهم بعد الاسبوع ال 12. قبل هيك ما حدا يروح والله من اول اسبوع الشهر الثاني تكون عارفه حامل ولد. كيف عرفت؟ مستحيل يعني. اوكي؟ فاذا هذا ببين معنا بعد الاسبوع ال 12. التستس ديسنت في السكروتم جاست بيفور بيرث. التستس يا جماعه اول ما تتكون في الدورسال ابدومينال وول. في الدورسال ابدومينال وول تكون في الابدومينال كافيتي قبل الولاده بفتره قليله بس تنزل على السكروتم. وإذا ما نزلت تصير عندنا مشاكل. في هير هذا الهير الناعم اللي بيكون على البيبي لنوجو هير كفر تفيتس من إمتى؟ من عند الشهر الرابع. هذا الهير مهم لأنه رح يمسك لي طبقة من الفات بتكون مغطية الفيتس. وهاي مهمة كتير. وإذا بتحبوا يعني اللي عنده فضول تقدروا تروحوا تدوروا وتقرأوا فوائدها قديش مهمة للفيتس. شايفين كيف لونه هون الفيتس هيك أبيض؟ ليه؟ لأنه مغطى بطبقة من الفات بسميها فيرنكس سيزوزا. أوكي؟ فهاي الفات هذا اللاير هذا المغطى الفاتي سبستنس هاي مهمة كتير للإمبريو. بتقدروا تقرأوا عن فوائدها إذا بتحبوا يعني. والسكين بتكون متعجة هيك بتكون رينكلد لغاية الشهر السادس. بعد هيك هاي رينكلز ديسابيرز. ليش؟ لأنه رح يصير في عنا سبكوتينس فات. يعني سبكوتينس بيعبي تحت السكين تفرد. بس قبل هيك بتكون كثير طعجة. هلا من الاسبوع التاسع لغايه الولاده الفيتال موفمنت راح تزيد طبعا. وبتبلش الام تميز حركه البيبي في الشهر الخامس. احنا حكينا انه الابر لب واللور لب بلشوا يتحركوا زي ما ذكرنا الاسبوع الثامن من الحمل. بس هي ما حتحسها. الفيتال موفمنت بتصير محسوسه عن جد في الشهر الخامس من الحمل. هلا هون هدول المعلومات اللي انا بدي اياك تعرفهم بس مش حطلبهم منك. اوكي؟ اللي هي كل فتره بالضبط شو راح يصير فيها. يعني مثلا هون الاسبوع التاسع للاسبوع 12 الكراون سي ار لينث بيزيد. برايمري اوسفيكيشن سنترز بتبين. بصير في عندنا ايلت. بصير عندنا اكسترنال جينيتاليا بميزهم حكينا بالاسبوع ال 12. بالاسبوع ال 11 مثلا الانتستن خلال تكوين
هذا اللي برا بتكون الانتستين برا. فهلا بالاسبوع ال11 هاي الانتستين رح ترجع على جوا البطن تبع الامبريو. بصير في عندنا الاريثروبيوسيس اللي هو تكوين خلايا الدم بالاول ببلش بالليبر وببلش عندنا اليورين فورميشن. اليورين فورميشن هذا بصير له تشارج، يعني البيبي ببلش يعمل نونو وبيعمل تشارج لهذا اليورين في الامنيوتيك كافيتي، وبالامنيوتيك كافيتي برجع ببلعه خليه هو هيك يعني. هاي يعني اذا اعطيتكم الفيتال ميمبرينز كاملين رح نحكي عنها، بس بعرف شو خليني اشوف الحاضر الجاي قديش بلحق. الاسبوع 13 ل 16 حركه الايدين والرجلين بتصير كوردينيتد، برضه رح يصير في عندنا اكتيف اوسيفيكيشن للفيتال سكيلتون ببلش يبين، يعني ببلش يبين على الالتراساوند السكيلتون تبع الامبريو. هدول اللي تفصيل اعرفوهم. حلو حلو انت تكون عارف شو بصير في الامبريو، يعني اللي بالاول قبل التفصيل مطلوب منكم اللي هم الملخصات المهمه، يعني اما هدول يعني اعرفوها. الايس كم كلوز تو ايتش اذر، بطلوا تقول عين، بطلوا على جوانب الهيد، بصيروا يقربوا العينين على بعض. والاكسترنال ايرز برضه كمان رح يصيروا تقريبا في المكان تبعهم. في الاسبوع 17 ل 20 رح نوصل للريلاتيف لينث اللي مطلوب، في فيتال موفمنت بتصير تحسها الام، لانه حكينا انه بشهر الخامس بتبلش الام تحس. الاسبوع 20 الاي بروز اند هيد هير بيطلع، يعني بصير عند الامبريو في شعر على راسه بصير له حواجب. السكن برضه حكينا انه رح تكون مغطيه في هاي اللي هي الفاتي سبستانس، وممسوكه من خلال الشعر الناعم اللي بيكون مغطى على الامبريو، واللي بيطلع فكره بس ينولد الامبريو لسه بيكون عليه هذا الشعر الناعم اللي هو اللانوجو. اغلب الفات في هاي المرحله عند الامبريو بيكون براون فات، اللي استرش اخذته صح، فبيكون اغلب الفات عند الامبريو براون فات. الاسبوع 18 اليوتيرس اذا انها فيميل بيكون تكون. بالاسبوع 20 التستس بيجن تو ديسن، بتبلش تنزل على المكان انت تروح توصل للسكروتوم. من 21 ل 25 طبعا وزنه راح يزيد، ببلش يرمش، وببلش يرمش بصير في عنده ريسبونس، يعني اذا صار صوت عالي برمش الامبريو بخاف بشفل لهي الدرجه يعني. فاحنا في الاسبوع من هذول في هاي الفتره ببلش عنده اللي هو بلينك ستارت ريسبونس. الستارت هون معناها بشفل، فاذا في صوت عالي الامبريو مش هيك بغمض عينيه. اوكي الاسبوع ال24 السيرفاكتانت هذا اشي موجود في اللنج، مهم كثير عشان ما يصير في عندنا كولابس في الالفيولاي. فالسيرفاكتانت برضه بصير يطلع في الاسبوع ال24. فينجر نيلز بصير عنده اظافر ببلشوا يبينوا برضه في الاسبوع ال24. في هاي الفتره اللي هي من 26 ل 29 الاسبوع الاسابيع هذول العينين بيكونوا لساتهم مفتوحين. وتونيلز احنا دائما حكينا انه كل شيء ببلش بالاول بالايدين بعدين بالرجلين. الفتره الماضيه كان عندنا اظافر ايدين، هلا عندنا رجلين. والسبلين بطل الليفر هو المسؤول عن الهيماتوبيوسيس، اللي هو تكوين خلايا الدم لغايه نهايه الاسبوع ال 28. بعد هيك رح يصير مثلنا احنا هلا مين مسؤول عن الهيماتوبيوسيس في جسمنا؟ البومرو. فنفس الشيء الامبريو بعد الاسبوع ال 28 ببلش البومرو هو اللي يشتغل هذا الشغل. الاسبوع 30 لل 34 خلاص انا بتخلص فتره الحمل، بيوبيلاري لايت ريفلكس، يعني اذا صار ابورشن بهاي الفتره وفحصوا الامبريو اذا بتحط عليه ضوء على عينه رح يلاقي انه البيوبل تبعه اصغر. اوكي فصار عنده هذا الريفلكس اللي هو بيوبيلاري لايت ريفلكس. 8% من وزنه صار وايت فات، يعني بلش يصير عنده وايت فات مش بس براون فات. اخر اشي بال 35 ببلش ايده ومبينين بالصور اللي حطيتكم اياها بصير في عنده فيرم جريب، بيكون ماسك كويس جراس. اوكي بالاسبوع 36 الهيد والابدومن سيركمفرنس تقريبا قد بعض، محيط راسه ومحيط بطنه. بالاسبوع 37 38 النيرفس سيستم خلاص صار انف ماتشور، وبالتالي الامبريو هذا لما بينولد بيكون قادر يتعلم، كن قادر يتعلم من المحيط اللي حواليه. الفول تيرم حكينا هذا المعلومات حكيناها في السلايد اللي بالاول انه قديش بيكون الكراون رب، حكينا بيكون 36 سنتيمتر اللي هو نفسه 360 ملم، حكينا وزنه 3.5 تقريبا، يعني هذا الحكي حكيناه خلصنا يا جماعه.